المقطع الثاني يقول قال المؤلف المقطع الثاني أنا أقول قال المؤلف ثم هذا القول مخالف للواقع المحسوس فالناس يشاهدون الجبال في محلها لم تسير أو لم تسير فهذا جبل النور في مكة في محله وهذا جبل أبي قبيس في محله وهذا جبل أبي قبيس في محله وهذا أحد في المدينة في محله وهكذا جبال الدنيا كلها لم تسير أو لم تسير وكل من تصور هذا القول يعرف بطلانه وفساد قول صاحبه وأنه بعيد عن استعمال عقله وفكره قد أعطى القياد لغيره كبهيمة الأنعام والله أنتم أولى بها أنتم أولى ببهيمة الأنعام يقول هذا الذي يقول بأن الأرض تدور حول الشمس يقول هذا قد أعطى القياد والقيادة لغيره كبهيمة الأنعام فنعوذ بالله من القول عليه بغير علم ونعوذ بالله من التقليد الأعمى الذي يردي من اعتنقه وينقله من ميزة عقلاء إلى خلق البهيمة العجماء ما هذه الجرأة ما هذه الثقة ما هذا العلم يكفرون الناس ويجعلون الناس كالبهائم والعجماوات وهم أصحاب العقول المتحجرة وتقول لماذا لا يقتلون الناس لماذا لا يفجرون أنفسهم بالناس طبعا يفجرون لأنهم يعتبرون الناس كالبهائم والعجماوات يعتبرون الناس زنادقة كفرة أهل ردة أهل وثنية وهم بهذا المستوى من الجهل والتحجر والدعشنة الفكرية فكيف تؤثر بهذا لقد ابتلى الإسلام بمثل هؤلاء منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا وكما بينا في بحوث الدولة المارقة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ساعد الله الإسلام والمسلمين على هؤلاء المتحجرة على هؤلاء الوحوش على هذه الذئاب الإرهابية القاتلة لاحظوا بهذا المستوى يعني كل التهم كل الافتراءات هي بهذا المستوى يعني هم دائما التفتوا جيدا أن نريد أن نتيقن من هذا الجميع من السنة ومن الشيعة تيقنوا أن هؤلاء المجسمة المشبهة كل أدلتهم هي عبارة عن حشو هي عبارة عن لغو كلام كلها فارغة يعني هل يوجد يعني أبده من هذا وأوضح من هذا الأرض مسطحة الأرض ثابتة والشمس تدور حول الأرض وفوق هذا يقولون نحن الحق ومن يقول بخلاف هذا فهو من البهائم والعجمات وهو زنديق وهو كافر وهو من أهل الإلحاد وهو مباح الدم والعرض والمال يعني كيف تتفاهم مع هؤلاء إنا لله وإنا إليه راجعون هو نحن الأولى أن نكفر هؤلاء ونسفك دماء هؤلاء ونقول بإباحة هؤلاء هم وأعراضهم وأموالهم لكن لا نقول بهذا لأن هذا ليس هو منهج الإسلام نفس هذه العقول ونفس هذه الوحوش ونفس هذه الذئاب كانت اعترضت على النبي صلى الله عليه وسلم وحاربت علي عليه الصلاة والسلام وقتلت الخليفة الأول والثاني والثالث وقتلت علي عليه السلام نفس هذه القلوب نفس هذا الإجرام نفس هذا الإرهاب لكن ماذا فعل علي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل النبي سلام الله عليه لم يفعل شيئا قصاص شخص مقابل شخص ضربة بضربة ليس أكثر من هذا لا يوجد عندنا تعامل وحشي إرهابي خارجي ناصبي داعشي بتكفير الجميع النساء والأطفال وكل شيء الحاكم إذا انحرف الحاكم باعتقادهم فكل الرعية يدخلون في عنوان الكفر فيحل دماء الجميع هذا ليس من نهج الإسلام وليس هذا هو حكم الله فلذلك بقي هؤلاء على طول التاريخ مع هذه العقول المتحجرة مع هذه البلادة مع هذا الغباء مع هذه السفاهة أبقاهم الإسلام ماذا يفعل معهم هؤلاء أيضا بشر وكل شخص يأخذ الاستحقاق لكن دعا الإسلام إلى التعلم إلى التفقه إلى التنبه إلى التفكر إلى التعقل حتى لا ينخدع بمثل هذه الدعاوى الباطلة من هؤلاء الداعشين وأهل الدعشنة والمارقة الفكرية فلذلك نحن نقول بأن الجانب الفكري الحصانة الفكرية أولى من غيرها تقدم على غيرها تقدم على الجوانب الأخرى العسكرية وغير العسكرية الجانب الفكري هو الأهم
من دينهم الغدر، يأتي معك ويحظى معك ويصلي معك وبعد هذا يفجر نفسه، سواء كان في بلاد الإسلام أو في بلاد الغرب، فعندهم الغدر دين، فكيف تسيطر على مثل هؤلاء؟ إذن ليس عندك إلا تحسن الفكر حتى تقلل عدد من يلتحق بهذا الفكر الظلامي التكفيري. يقول: فنعوذ بالله من القول عليه بغير علم، ونعوذ بالله من التقليد الأعمى الذي يردي من اعتنقه وينقله من ميزة العقلاء إلى خلق البهيم العجماء. المقطع الثالث يقول: ثم الناس كلهم يشاهدون الشمس كل يوم تأتي من المشرق ثم لا تزال في سير وصعود حتى تتوسط السماء، ثم لا تزال في سير وانخفاض حتى تغرب في مدارات مختلفة بحسب اختلاف المنازل، ويعلمون ذلك علما قطعيا بناء على مشاهدتهم، وذلك مطابق لما دل عليه الحديث الصريح، حديث سجود الشمس والآيات القرآنية، ولا ينكر هذا إلا مكابر. لاحظ، هذا مكابر، قالوا هذا مكابر، قالوه على المعتزلة، قالوه على الأشاعرة، قالوه على الشيعة، قالوه على الصوفية، دائما نفس الكلمات تقال، من هنا تعرف بطلان ما يقول به التيمية وافتراءات ما يتم به ضد الآخرين. يقول: ولا ينكر هذا إلا مكابر، ولا ينكر هذا إلا مكابر للمشاهد المحسوس ومخالف لصريح المنقول، إلى أن يقول هو توفى كان ضريرا. يقول: وأنا من جملة الناس الذين شاهدوا سير الشمس وجريانها في مطالعها ومغاربها قبل أن يذهب بصري، وكان سني عند حين ذهب بصري 19 عاما، وإنما نبهت على هذا، يعني على ذهاب بصري، يقول: وإنما نبهت على هذا ليعلم القراء أني ممن شاهد آيات السماء والأرض بعيني أو بعيني رأسه، ممن شاهد آيات السماء والأرض بعيني رأسه دهرا طويلا، والله المستعان. وبالجملة فالأدلة النقلية والحسية على بطلان قول من قال إن الشمس ثابتة أو قال إنها جارية حول نفسها كثيرة متوافرة، يعني الأدلة على بطلان هذا القول، يقول الأدلة كثيرة متوافرة، فالأدلة النقلية والحسية على بطلان قول من قال إن الشمس ثابتة أو قال إنها جارية حول نفسها كثيرة متوافرة، قد سبق الكثير منها فراجحه إن شئت.